من السلوكيات الخاطئة الغيبة والنميمة خاصة في العمل، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة وعن النميمة، ولا يجوز أن ينقل بعضنا عن بعض على سبيل الغيبة ولا على سبيل النميمة ولا على سبيل التجسس، لأن الله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك. فنقل الأخبار في العمل والإبلاغ عن زملائنا واستباحة الكذب عليهم، كل ذلك لا يتناسب مع أخلاقنا ولا مع آدابنا. وافعلوا هذا الأمر لوجه الله، اتركوا هذا النقل ولا تستبيحوا هذه الوقيعة.